الأخ اللي هو عبد الرحمن عادل المنيري كان بيفتش العام. يا أبو سعد. الأخوة اللي هو الرفض محمد الهديشي مستشار وزير الدفاع. الأخوة محافظة الجيش والمقاومة الأسد. جرحانا الأفاضل من أبناء محافظة إب الحاضرون جميعا كل باسمه ووصفته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشهر مبارك وكل عام وأنتم بخير وفي خير وفي سعادة إن شاء الله. بداية سعدت أن أكون معكم في هذه الأمسية المباركة التي تقام من أجل تكريم جرحى ومعادي محافظة هذه المحافظة الباسعة التي لها باع طويل لا يستطيع أن يذكرها أو يتحدث أي حد منذ قيام ثورة 26 سبتمبر حتى يومنا هذا. فهم السكانين إلى ليالي الشرع والرجول إلى ليالي النقاط من أجل اليمن ومن أجل استقرار وأمن اليمن واليمنيين. أقول لكم في هذه الأمسية المباركة تحيات مباركة قيادتنا السياسية والعسكرية ممثلة في قيادة الرئاسي وعلى رأس الجميع فخامة الرئيس الدكتور الجاي الدكتور رشاد محمد العليمي ومن أعضاء مجلس القيادة من هو راعي لهذا الحفل وكل الفعاليات في محافظة مالك نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظة مالك الشيخ سلطان بن عبد العال. وكذلك أنتمي لكم نحسن الداعي وزير الدفاع. أيها الأخوة الحاضرون جميعا جرحانا الليالي قيادتنا وشعبنا وكل اليمنيين يقدم لكم كل ما بذلتموه من اجل اليمن واليمنيين. ان دماءكم التي اعطيتم بها التربه الطاهره تربه اليمن واشلاءكم التي قدمتوها من اجل تحقيق الامن والاستقرار في اليمن لن تنسى ولن تضيع ولن تذهب حتى. كلما كتبنا شهيد او جريح او جزء من مقاتل كلما زدنا عزيمه واراده على الاستمرار في تحقيق الامن والاستقرار في اليمن في احراج النصر حتى الوصول الى الاهداف المرجوه والتي اسسناها جميعا امام أعيننا وهو استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن واليمنيين. عندما نقول أن دماءكم لن تذهب هدر نحن لا نقدر نقول ذلك من أجل الانتقام. نحن لسنا أصحاب انتقام، نحن أصحاب حق. أنتم قدمتم دماءكم وأشلاءكم من أجل الأمن والاستقرار من اجل السلام لليمن واليمنيين. وبالتالي فاننا لا نسعى ولا نقاتل ولا نستطيعان الا من اجل ان يتحقق الامن والاستقرار والسلام لليمنيين. سنلقي على هذا الدرب الذي شكيتوه حتى يتحقق الامن والسلام سواء بالقوه او بغير القوه. ويجب علينا جميعا ان نكون
مستعدين ونعد انفسنا لتحقيق عن الاستقرار اليوم باي طريقه كانت، سواء بالقوه او بغير القوه. اتمنى لكم التوفيق والنجاح، واؤكد لكم ان قيادتنا وكلنا معكم ومن اجلكم سنعمل كل ما نستطيع من اجل ان نحقق ما تصبو اليه من سواء علاج او غيره. كلنا معكم وكل ما نستطيع. صحيح قدراتنا يعني غير كافيه، لكننا في الموجود سنكون باذن الله تعالى. شكرا لمحافظتك على كل ما تقدمه من اجل اليمن واليمنيين. هذه المحافظة لها حق على كل اليوم لأنها سبارة، ومن السبب الدليل ما قام به الشهيد البطل المتحرر، ومن السبب الجديد أن محافظة هي أول محافظة تنتظر ضد تنظيم جماعة الكثير الهائلة. هذه المحافظة هي سبب، وأنا متأكد وأثق وغيري كذلك أثق أننا سنبدأ النصر من داخل محافظة ومن بقية المحافظات، وسيجتمع الساحة بإذن الله تعالى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.